ما حكم المرأة التي تقول وهبت نفسي لك أنا ملك يمينك، علما بأنها ليست مملوكة لأحد وهي حرة في نفسها، هل يحق لها أن تهب نفسها للرجل؟ لا، الحر ما يجوز أنه يستعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، وذكر منهم من استعبد حرا، من استعبد حرا فأكل ثمنه. لا يجوز استعباد الأحرار إلا بالطرق الشرعية، الجهاد في سبيل الله، إذا استولى المسلمون على ذراري المشركين في الجهاد ونسائهم إنهم يسترقون، أما بدون ذلك فلا يجوز الاسترقاق، ولا يجوز لأحد أنه يهب حريته لشخص يقول أنا مملوك لك أو رقيق لك، هذا حرام، حرام عليه وحرام على الشخص الذي يقبل هذا، وعليهم الوعيد الشديد. نعم. أما لو وهبت نفسها له في الزواج، اختارته زوجا لها، يعقد لها وليها عليه ولا بأس. نعم.